اعزائي المهندسين، الحين عندنا التوربان الدف الهواء على سرعه 1، بالاضافه عندنا السولار بانل هني يتغذى بالطاقه يعني الليت البيت، اقصاها بياخذ 6 فولت بيعطينا هني فيدخل. بالاضافه الحين شاركينا مع البتري، وهذه اوتبوت عندنا الشحن. حاليا عندي على السلك 1، اقدر بعد اضيف الثاني، هذه قاعد يشحن ايفون، واضيف عليه بعد تابلت قدرة شحن سعة 7000 ملي امبير. الحين عندنا الجهاز، الشيء الحلو اللي فيه انه قاعد يطلع لنا الطاقة من فولتية من السولا ويشحن لنا البطارية، لكن الضعف عندنا من التوربان نفسه يعطي فولتية تقريبا 2-2.5 يغذي الشيب هذه، بس خروجه من الشيب بشكل خفيف لين يوصل عقلبته، فياخذ وقت طويل عشان يشحن سبت يعني استهلاك الشيب لها. فحاولنا ان نشوف لنا دائرة تستقبل هالفولتية الاثنين، مغينا العنابي وأماكن ثانية، ما في أي حل. كل الاقتراحات تقول أن نزيد الريشو للموتور عشان يلف بشكل أسرع ويعطي فولتية أعلى تستقبلها الدائرة وتقدر تشحن فيها. حتى شرينا هالقطعة الـ MPPT بعد، هي حق النظام 12 فولت، هاي نظامنا 6 فولت، ونفس الإشكالية بتكون عندنا أن التوربين يعطي فولتية ضعيفة ما توصل ل 12. فكل هذه القطع للتحويل من 6 فولت إلى 12 فولت راح يتطلب أن ناخذ قطع من الأمازون ونشتريها، ويمكن بعد نزيد الفولتية هنا قطعة ثانية فيزيد التعقيد، وهذه يتطلب وقت زيادة فالطلب الغض والشيبينج راح يطول. فالاقتراح الحين ممكن احنا نحط هذه النتائج على صوب واعطيك ان السولر بنا ايش اللي طالع من فولتات وايش اللي طالع من السولر بنا، راح يعطي تشارج حق البطارية ما في مشاكل. فاقتراحنا ان نحطه في الروبوت حق ان ما زدنا الوقت، وان ممكن اللي يكمل المشروع في المستقبل، وهذه ان ريكومندد والله عندنا الريشو تبع الموتور المفروض نزيده، وان تشتغل على 12 فولت لان كل اغلب السوق شغال على 12 فولت، ولازم نشوف حل حق الريشيو او دائره لتستقبل الفولتيه النازله. نفس ما زميلي عيسى شرح لك الاشياء اللي زين اللي عندنا احنا والاشياء اللي واجهتنا والمشاكل واجهتنا يا دكتور، فاحنا عندنا الحين حلين، يا ان نتم على الاشياء اللي موجوده عندنا السيركت اللي موجوده اللي هو 6 فولت اللي عندنا والاشياء الثانيه، او اللي هو الخيار الثاني ان نحول السيركت مالنا والالكتريك كله ل 12 فولت. بس لازم اللي هو المشكله راح نواجهها اللي لازم نطلبها من برا اللي هي من امازون، وانت تعرف يا دكتور انه ياخذ التوصيل اسبوعين بعد غير الايام اللي راح نجرب ونشوف هل راح تمشي معانا او لا. بس شنو تقترح لنا يا دكتور؟